ما يمكنش نعطيو تصريحات لان تصريحي انا سيشكل غيخلق راي عام، والراي العام لا تخلق في نازله معروضه على السلطه القضائيه وعلى نظر السلطه القضائيه. ما بغيناش هذه الحدود مسموح بها قانونيا. واش ممكن دابا انتم بغيتوا دابا انتم بغيتوا التصريح؟ حنا بغينا عندنا، انا نعطيكم وجهه نظر. بغينا التصريح، ما بغيتوش هادشي تدوزوا ما تدوزوش. حنا اللي بغينا ما رفعتوه فيه داخل الجلسه. بلاتي الا كان ملف معروض على السلطه القضائيه كتنظر فيه محكمه، ليس للدفاع ان يخلق راي عام في اتجاه معين بتصريحاتي. التصريحات ديالي تقدر تخلق راي عام، والراي العام ممكن انه يكون محاوله للتاثير على القضاء، وهذا محظور، وحنا كدفاع خصنا نقدسوه خصنا نحترموه، لان النازله معروضه على القضاء. انتم كاعلاميين كصحفيين من حقكم التغطيه لان الجلسه علنيه، واكيد استمعتم لمرافعات الدفاع وعرفتوا بان راه تقدمنا بملتمسات الصراح، وبان الملف تاخر، وبان سيبث في ملتمس الصراح الى اخر الجلسه، اخر الجلسه يتم النطق به، هذا كافي وهذا متاح لكم في اطار التغطيه لان الجلسه علنيه، وشكرا لكم واعتذر. اليوم جينا بالدرجه الاولى من اجل التواصل مع الضحايا والمصرحين. نتفاجأ في جلسة اليوم بعدم حضور جميع الضحايا وجميع المصرحين. أجلت هذه الجلسة إلى 14/12/2021 و تقدم الدفاع بملتمسين. الملتمس الأول وهو تطبيق المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينص على الحد من الاعتقال الاحتياطي ويؤطر التدابير المتخذة أو بدائل الاعتقال الاحتياطي. وتطرق الدفاع كذلك إلى الندوة الأخيرة التي عقدها وكلاء الملك والنيابة العامة بمراكش، التي وصل فيها عدد المعتقلين احتياطيين إلى 90,000 معتقل. جامعة الحسن الأول أكيد أنها تأثرت بهذه القضية، هي قضية أصبحت قضية رأي عام وطني محلي ووطني، ونتمنى ونطالب من هيئة الحكم بتطبيق العدالة وتطبيق القانون وتمتيع كل لا الضحايا ولا المتهمين بظروف محاكمة عادلة منصفة لكل الجوانب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.